السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هنتكلم عن موضوع يعني مهم جدا جدا، وللأسف الشديد بنتعامل معاه باستخفاف شديد. ناس كتيرة جدا بتطنشه، ناس كتيرة حتى لو عارفاه مش بتعمله بشكل مظبوط. الأويرنس فيه مش عالي، الصح اللي احنا بنعمله فيه حتى برضه بيبقى فيه شوية لخبطة. القصة اللي هنتكلم عنها النهاردة هي إزاي نعمل أسيسمنت للباريتس أوسايت، إزاي نعمل أسيسمنت، تمام؟ مش ازاي هنعالج، مش بس ايه هو البارت، لا، ازاي نعمل اسيسمنت، يعني ازاي الحاله اللي هي بارت، خلاص هي بارت، انت عايز تعملها اسيسمنت، عايز تقيم القصه، تعرف هي الدنيا ماشيه، تمام. طيب هنعمل القصه دي من خلال حاله لطيفه جدا جدا، يعني اعرضها على حضراتكم حالا، تمام، بتاعت يعني راجل يعني لطيف جدا جدا. الراجل ده هو من خلاله هناخد القصة بتاعتنا. ده راجل عنده 56 سنة، جهل الجي بي بتاعه، عنده لونج ستاندينج هيستوري، بقاله سنين، مش فاكر، سنين من زمان خالص بيشتكي من هارت بيرن واسيد ريجورجيتيشن، تمام، عادي. اعتقد العيان ده شبه ديلي احنا بنشوفه في البراكتس بتاعنا. العيان ده هو سموكر، وزي ما انتم شايفين كده في الصورة ان هو يعني قلبوزة حبتين، ببادي ماس اندكس 2 و3. طيب الكلينيكال اكزامينيشن ما فيهوش شوية مايلد بيجاستريك تندرنس كده اللي هم يعني ما ولا حاجة. الراجل طبعا الجي بي دي لما كشف عليه لقى عنده مايلد بيجاستريك تندرنس، قام على طول دماغه راحت على القصه دي، قام قال لك انا هدي له بروتون بامب انهبيتور، واعمل له طبعا الجرثومه الحلزونيه التي هي لا يعني اللي انتوا عارفين بقى. واز يو اول طبعا اكسبكت، ان هو طبعا اي حد في الدنيا لما يعمل الستول انجن تيست فور الاتش بايلوري هيطلع بوزيتيف، طب احمد ربنا انه ما عملوش في السيرم. المهم الراجل بتاعنا عمل حركه جي بي، قال له خلاص يا باشا انت مشكلتك انا حليتها، وانت عشان كده عندك لونج ستاندنج، عشان الناس ما كشفتش الجرثومه الحلزونيه وما عالجتهاش، وعلشان كده انت يا عيني غلبان، واحمد يعني ربنا ان ساقك في طريقي، وان انا الدكتور بتاعك، وان انت يعني امك الله يرحمها اكيد يعني كانت دعيالك. المهم يعني الراجل بتاعنا ده خد الاتش بايلوري ايراديكيشن، وبعد كده وقف، قال له بعد ما تخلص العلاج هنوقف اسبوعين ونريبيت التست، والف الف 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 مبروك يا باشمهندس، التست بتاعك طالع نيجاتيف، وانت كده خفيت، ومشكلة السنين بتاعتك اتحلت، وانت بقيت فل شمعة منورة. بعد شهر، بعد ما وقف الراجل البي بي اي بتاعه، طبعا ابتدى يرجع يشتكي تاني، هي نفس الحدوته، الهارت بيرن والاسيد ريجرجيتيشن. فقال لك لا خلاص بقى، لا ايه يا عم ما بديهاش، انا كل شويه اروح للجي بي بتاعي، الجي بي بتاعي يعمل لي يمشيني على بي بي اي، ويعمل لي اتش بايلوري، ويعزقني في انتي بايوتكس، لا لا انا بقى ايه اروح لحد متخصص، حد بتاع جاسترونتولوجي. فطبعا راح لحد بتاع جاسترونترولوجي، قال له صباح الخير يا باشا، انت محتاج منظار. طيب ليه يا باشا قلنا له ان انت محتاج منظار؟ اكيد لينا اسباب، يعني اكيد احنا لينا حاجه يعني مهمه جدا بناء عليها قلنا له ان انت محتاج منظار. ليه بقى؟ ده اللي هنجاوبه. السؤال ده اجابته ليه احنا طلبنا منظار؟ علشان نسكرين فور الكومبليكيشنز بتاعت اللونج ستاندنج
جاستروسوفيجيال ريفلوكس ديزيز، واللي ياتي على راسها حاجه اسمها البارتس اوسوفيجس او البارتس اوسوفاجايتس. طيب ايه بقى البارتس اوسوفاجايتس؟ الطبيعي في المعتاد مفيش سكريننج للبارتس اوسوفاجايتس، مفيش يعني العيانين العاديين بتوع الكارد مش الطبيعي بتاعهم ان احنا نعمل لهم مناظير عشان نسكرين فور بارت اوسوفاجايتس. امال ايه؟ اوكي، في نوعين. النوع الاولاني اللي عنده الارمنج سيمتومز، وده مش هنتكلم عليه دلوقتي قلت كلاما وبحثا وقولا، يعني مش معقول واحد بيرجع الدم، مش معقول واحد بيخس، مش معقول واحد عنده انيميا، مش معقول، مش معقول حاجات بالشكل ده وبعدين اقول له لا يا باشا انت كده، لا مش كده. انا بتكلم بقى على الناس اللي ما عندهمش الارمنج سيمتومز وغير ويبقوا محتاجين سكريننج فور البرد. مين بقى يا باشا؟ اول حاجه بيقول لك الناس اللي عندهم الجاستروسفجير ريفلكس ديزيز اكتر من 5 سنين ومعاهم مالتيبل ريسك فاكتورز 2 او اكتر من اللي جايين دول. ان يكون هم اكتر من 50 او اكتر، ان يكونوا سموكس، ان هم يكونوا بيض كده وحلوين وكوكيجين ووايت ريس، ان هم يكونوا ميل، ان هم يكونوا اوبيز او اوفر ويت او حاجات بالشكل ده. اللي هو كانك بتتكلم على الراجل الطيب بتاعنا ده اللي هو سنه اكتر من 50، اللي هو سموكر، اللي هو وايت ريس، اللي هو ميل، اللي هو ان هو عنده كل الريسكس بالاضافه الى اللونج ستاندنج اكت سنين اكتر من 5 سنين. اذا ذاتس واي ده لازم يبقى سكرين فور هيبارتس اوسوفاجس. طبعا لا نتقيد بكل هذه الريسكس وبكل هذه الشروط اذا كان عندنا فيرست ديجري ريلاتيف دي بارتس او اوسوفاجيال ادينو كارسينوم. لازم نتخلى شويه عن المالتيبليسيتي بتاعت الريسك فاكتورز ونلور شويه الثريشولد بتاعنا علشان نعمل للناس دو سكرين. تمام، طيب ده المدخل بتاعنا في الموضوع بتاعنا. طب ليه احنا عايزين القصه دي؟ عايزين القصه دي لانه للاسف الشديد انه الانسيدنس بتاع الادينوكارسينوما الاسوفاجيه الادينوكارسينوما عامله زي بالظبط بالظبط سعر الدولار في صعود مستمر، لا يعني لا امل في تراجعه. الانسيدنس بيزيد ومع الانسيدنس بتاع الادينوكارسينوما بتاعت الاسوفاجس بيزداد معاها المورتاليتي. فليه حدوته بسيطه جدا، عيان عنده ريفلوكس بقاله فتره، عيان هيجي له شويه بارتس اوسوفيجاس، ليه العيان ده انا اعرضه لانكريزنج انسيدنس اوف ديفلوبمنت اوف كانسر اند ذا يعني طبعا فير فروم فيسنج المورتاليتي بشكل يعني. ومن هنا جاءت كلمه السيرفيس. السيرفينس ده هو الايم بتاعها ان انا اكتشف حاجه بري كانسرس في او حتى لو ايرلي كانسر، ولكن في مرحله ان انا اقدر ان انا انترفين بحاجه قد تكون كيوريتيف. وطبعا حضراتكم عارفين دلوقتي حاجات كتيره جدا جدا بقت بتتعمل بالاندوسكوبي دلوقتي للحاجات اللي هي الايرلي جي اي كانسرز اللي لسه ما هياش انفيدنج الديب لايرز بتاعت السب ميوكوز. فطبعا ده بيدي يعني اوتكم احسن. ده معتمد على ايه يا جدعان؟ معتمد على كومباينيشن اوف حاجتين. الحاجه الاولانيه اندوسكوبيك مونيتورنج، لا يوجد لدينا اي وسيله اخرى غير الاندوسكوبيك مونيتورنج ويز هيستوباثولوجيكال اسس علشان نشوف الديسبليزيا ودرجات الديسبليزيا، وهو دي الكرنت مود الوحيده اللي لسه يعني اون جوينج للسيرفيس. في حاجات صحيح شغاله اون جوينج دلوقتي علشان يعني نتفادى الحاجات دي، لكن لسه كلها اندر ريسيرش ولسه معلش يعني مش هو ده اللي هنتكلم عنه النهارده. طبعا كلمه لما اقول كلمه اندوسكوبي يبقى لازم اكون قصدي على هاي ريزولوشن اندوسكوبي زي ما هيبان لحضراتكم بعد شويه. ايه بقى يا جدعان البارتس اوسوفيجس؟ زي ما احنا لسه قايلين من شويه انه معتمد على مسميين. المسمى الاولاني باثولوجي
فاذا لازم ما دام فيها لازم باثولوجي، يبقى لازم الباثولوجي ده معتمد على ان انا اكون فيرم بباثولوجيست يعني محمد بارت، يعني الدكتور محمد بارت اللي هو متخصص وذي سبيشالايز في الجي اي باثولوجي، ويستحسن ان هو يكون يعني مزاجه والكيف بتاعه البارد، تمام؟ يعني مش اي باثولوجيست، مش نبعت انونيمس مثل كده، مش نبعت لمعمل كيمياء عادي بس بيجيب باثولوجيست سبت وثلاث واقول له لا انت اعمل لي بايوبسي، لا، تمام؟ ولازم يكون فيه على الاقل 8 بايوبسي زي ما احنا هنتكلم بعد شويه، هنجي للكلام ده. والنقطه الثانيه ان يبقى عندي visible endoscopically، ان يبقى عندي visible lesions endoscopically موجوده above الجاسترو اوسوفاجيال جانكشن على الاقل، على الاقل بواحد سنتي. ويعني ده يؤكد الديفينيشن بتاع المنظار والباثولوجي، لازم منظار وباثولوجي، يعني لازم الحاجتين، لا ما ينفعش منظار لوحده، تمام؟ طيب ليه بقى؟ لانه احنا عندنا سبيكتروم للباثولوجي، الموضوع مش بيبدا بالكانسر، لا بيبدا الاول بشويه بارد ما فيهاش ديسبليزي، بيبدا الاول طبعا بنورمال قصدي اوسوفيكس، وبعدها نيجاتيف فور ديسبليزي، وبعدين يعني بدايات كده اللي هو انديفينيت ديسبليزي، وبعدين لو جريد ديسبليزيا ثم هاي جريد ديسبليزيا، لغايه لما لا قدر الله نوصل لل الحاجه الخطيره جدا جدا اللي هي الاوسوفيجيال ادنو. فهي بما ان هي كونتينيوم، تمام، زي بالظبط الادينوما كارسينوما كونتينيوم بتاعت الكولوريكتال كانسر، هي نفس القصه برضو عندنا الديسبليزيا كارسينوما كونتينوم بتاعت البارتس اوسوفيكس. فعلشان كده بنقول على ان هي بريفنتبل. الحقيقه كل السوسايتيز بلا استثناء، امريكان، المان، هولنديين، بريطانيين، كله اتفق انه احنا لازم نعمل اندوسكوبي يورينا ليجنز، واحنا ناخد بايوبتيز وتورينا انستاينال ميتا، تمام. لازم كل السوسايتيز اتفقت على هذا الديفينيشن للبارتس اوسوفيجس بلا استثناء. علشان نشخص القصه بتاعت البارتس اوسوفيجاس دي، هناك بيت فولز كده لازم ان احنا نتعلمها مع بعض. اول بيت فول ان احنا نفرق البارتس اوسوفيجاس عن الريجولار زد لاين الطبيعي بتاع الجاسترو اوسوفيجيال يعني انترفيس، تمام. علشان نبقى نقول الكلام ده، نقول انه الريجولار زد لاين هو ده السكويمو كولامنر انترفيس او السكويمو كولامنر جانكشن، حتى لو في تانجز اوف كولامنر ابيثيليوم طالما انها اقل من 1 سم with no confluent columnar lined segments، يعني من غير ما يبقى في confluences of column، لا هو مجرد بس tongue like projections كده، ده الريجولار زد لاين، وده مش حاجه باثولوجيكال، ودي حاجه طبيعيه جدا، ودي مش بارد. علشان كده اصلا مش المفترض ان انا اخد منها بايوبسيس، لانه الحقيقه انت كده كانك بتاخد بايوبسيس من حتت من الاستومك، منطقي جدا جدا ان هي تطلع فيها انسان الميتافيز، لانك انت كده مش بتاخد من الاوسوفيكس. These are the يعني هذه التانكس ليست اوسوفيكس، انما لازم الشرط ان يكون اكتر من 1 سم عشان انا كده كونتور ان انا باخد حته اتغيرت من الاوسوفيكس. واضح الكلام؟ اذا قدر لنا وكان الاغراء شديدا وكان القلق عنيفا وكانت الامكانيات شحيحه، واحنا خدنا من حته اقل من سنتي من الجاستروسوفاجيال جانكشن، بعد اذن حضراتكم هنليبل ذيم از جاسترو اوسوفاجيال جانكشن، مش هنليبل ذيم از اوسوفاجيال بايوبسيس، وهنرجع ناخد اوسوفاجيال بايوبسيس تانيين زي ما احنا لسه هنتكلم بعد شويه. اذا دي اول تريكه في الموضوع قبل ما حتى نبدا الموضوع،
عشان يبقى على بياض كده زي ما بيقول. تمام. طيب امال انا اعرف الجاستروسوفاجيال جنكشن اصلا ازاي؟ قال لك ايه هو، يعني كان في ارتكل مهم جدا جدا، قال لك ايه هي اللاند مارك المهمه جدا جدا اللي هي المور كونسيستنت وذ دايجنوز اوف باريتس علشان خاطر اعرف، قال لي هي مجرد الباليسيتنج اوف فيسلز ولا الجاستريك فولز. فلقوا انه ان البروكسيمال اند اوف اللونجيتودينال جاستريك فولز هي دي، يعني الحاجه الادق عن من الباليسيتنج بتاع ال vessels علشان نفرق فيها ما بين الجاسترو اوسوفاجيال junction. Columnar epithelium should be visible endoscopically على الأقل سنتي بعد الجاسترو اوسوفاجيال junction عشان أبتدي أقول إنها بتحصل. إذا حاجتين، الحاجة الأولانية نهاية الجاستريك فولز، نمرة اتنين إنها تكون أكثر من 1 سنتي علشان اقدر اقول ان ده. ازاي بقى اعمل اسسمنت اللي هو العنوان بتاع المحاضره؟ الاسسمنت ده معتمد على 5 ال، نفتكرهم بقى مع بعض واوعى ننساهم تاني بعد كده. انا ايه علشان نسهلهم علينا، هم 5 ال. ال5 ال دول هم الاندوسكوبيك لاند ماركس، يعني لازم وانت بتعمل منظار تبقى عارف كل حاجه هي ايه، يعني تبقى عارف فين الجاستروسوفاجيال جانكشن، الهيئه الهرنيا، قادر انك انت تحسب الهيئه الهرنيا، قادر انك انت تعرف الديافراجماتيك بنش او الديافراجماتيك امبريشن. لازم تبقى عارف اللاند ماركس بتاعتك عشان تبقى عارف انت مشكلتك من اول فين واخرها فين وقد ايه وازاي، يعني لازم انك انت تتقن الاندوسكوبيك لاند ماركس. الحاجه الثانيه اللي هو السيجمنتال لينس، قد ايه السيجمنت ده، وهنقول طبعا اهميه كل حاجه من دي. نمره 3 وجود فيزيبل ليجنز، علشان هي دي اللي تقول عليها ان دول الحاجات القلق. ومهم جدا جدا انك زي ما بنتكلم، زي ما بنقول على الكولوريكتال كانسر سكريننج، وبنقول انك لازم تعمل 6 مينتس وذدرول، ولازم انك تشوف كل فولد وتشوف كل مش عارف ايه، لازم برضو انت بتقيم باريت اوسوفيجس لازم تلوك كيرفولي فور الساتل ليجنز. ومن هنا بقى شفتوا بقى الحته اللي احنا كنا بنتكلم عليها، عشان كده لازم المنظار بتاعك يبقى هاي ريزولوشن. اي منظار ما فيهوش هاي ريزولوشن وما فيهوش اوبتيكال انهانسمنت تكنيك، او ما فيهوش يعني اللي بنقول عليه بقى ديجيتال كرومو اندوسكوبي، يبقى ده ما يبقى انت غالبا 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 هيبقى فيه ليجنز وهتعمل لها ميسنج. وزي ما احنا بنتكلم في الكولوريكتال كانسر سكريننج على الادينوما ديتكشن ريت، فانت برضو البارت او الفيزيبل ليجنز ديتكشن ريت بتاعك هيبقى قليل لو انت مش بتستخدم منظار هاي ريزولوشن. طيب ولو في حاله انك انت مش شايف فيزيبل ليجنز، اللي هو طبعا اكيد هتاخد منها بايوبسيس، طبعا في بروتوكول معين لاخدان الراندوم بايوبسيس بمالتيبل ليفلز. اذا الخمس اللي بتوعنا هم اللاند ماركس، اللينث، الليجنز، اللوكينج كيرفولي، والليفلز. طيب نبتدي بقى نتكلم نشوف هنعمل الكلام ده ازاي. القصه دي ليها يعني طريقه معينه ومهمه جدا جدا في الكلاسيفيكيشن، هي دي يعني روح البارت، هي حاجة اسمها البراج كلاسيفيكيشن، وده اللي عمله الديفلوبمنت، هم الناس بتوع الانترناشونال ورك جروب فور دي كلاسيفيكيشن اوف ريفلوكس اوسوفاجايتس. الناس دول عملوا ايه؟ اول حاجة خالص قال لك انك لازم تديتكت اللاند ماركس، يعني لازم تنشور الهيئة الهرنيا، ولازم تدستنجوش الديافراجماتيك هيئة الامبريشن من الجاسترو اوسوفاجيال جانكشن. وده يخلينا ان احنا نقول اول اللي عندنا اللي هي طبعا اللاند ماركس. اللاند ماركس يا جدعان، اول حاجه الديافراجماتيك بنش. الديافراجماتيك بنش هو دي الحته اللي فيها الحز، الخنقه اللي على الاسوفيجس، تمام، اللي هي بعد منها بنخش على الاستومك ريجاردلس اوف الكالر ونوعيه الميوكوز اللي انا شايفها. البنش ده اللي انا ببقى شايفه، النروينج ده اللي انا شايفه، هو ده مكان الدايفراجم.
طيب امال الجاستروسفجيال جانكشن ده قلنا ايه؟ قلنا الجاستروسفجيال جانكشن هو ده المكان الذي ينتهي عنده اللونجيتيودنال فولز بتاعت الاستومك، تمام؟ وطبعا يبقى الحاجه الثانيه الاقل شويه اللي هي التشينج اوف الفاسكولاريتي اللي هي بتعمل تغيير طبعا في اللون بتاع الميوكوزا، وبتخلي طبعا الميوكوزا بتاعت الاسوفيجاس اللي هو الشكل اللي هو السالمون. الطبيعي جدا في النورمال في النورمال بيرسونز ان الدايفراجماتيك انش والجاسترو اوسوفاجيال جانكشن هما ات ذا سيم ليفل، يعني هما في نفس المكان. وقت اللي يكون ده على ليفل وده على ليفل، ساعتها المسافه اللي ما بينهم هي دي اللي بنطلق عليها الخيط الهرني. كده لما حضرتك تعمل منظار وتلاقي هيئة الهرم، لازم حضرتك تقيس وتكلاسيفاي الهيئة الهرم. انا مع حضراتكم ان انا عندي حاجه اسمها الهيل كلاسيفيكيشن، والهيل كلاسيفيكيشن ده بشوفه في الريتروفليكشن، لكن برضو انا مهم جدا جدا ان انا وانا في الانتي يعني في فليكشن العادي خالص، وانا في الفرونت فيو بتاعي العادي خالص، وانا بقيم وجود هيئة الهرنيا من عدمه ونشوف الفاكتوراتيك بنش والجاسترو سيجال جانكشن، ان انا اقيس ان سنتيمترز الحجم او الطول بتاع هيئة الهرنيا زي ما انا قلت لحضراتكم عليها دلوقتي. إذن اول لاند مارك مهمه جدا جدا is to recognize and classify الهيتال هرنيا، تمام. الحاجه الثانيه طبعا انك تلوكيت الجاستروسيجال جانكشن اللي احنا طبعا قلنا انك انت تشوف يعني تحط التيب بتاع المنظار بتاعك عند الدافراجماتيك بنش، وبعدين تحط المنظار بتاعك عند التيب بتاع التوبس اوف الجاستريك ميوكوزال فولد اللي هي اهم علامه للجاسترو اوسوفيجيال جانكشن، وتقول دي عند كام سنتي ودي عند كام سنتي. هي دي هتحدد طبعا المسافه بتاعت او بتاعت الهيئة الهرنيا بتاعتنا. وبعدين ابتدي ان انا الوك فور الديسبليسمنت اوف السكويموكولامنر جانكشن اباف الجاسترو اسوفيجيال جانكشن بتاعي، يعني ابتدي بقى بعد ما حددت نهايه اللونجيتيودونال فولز بتاعتي ابتدي اشوف بقى امتى خلص عندي السكويمس وامتى ابتدى عندي الكولومنر اللي قد لا يكون ايضا في نفس المكان. اذا انا عندي هنا ثلاث حاجات مهمه جدا جدا نفرقهم عن بعض. الديافراجماتيك بنش دي الحته اللي هي فيها الحز الخارجي على المنظار، ودي انسايدنج على الضغط بتاع الدافراجم على يعني هنا بقى هيكون طبعا لو في هيئه الهرنيا اللي هو هيبقى هيضغط على الاسطوانه. طيب نهايه اللونجيتيودنال فولدز هي دي الجاستروسوفيجيال جانك، حتى لو ما زالت الجاستريك ميوكوزا اللي انا شايفها قدامي ما زالت مكمله، ما دام انتهت اللونجيتيودنال فولدز بتاعت الاسطوانه اصبح انا مش اسطوانه. نمره ثلاثه التغيير بتاع اللون السكويمو كولومنر جانكشن، هو ده المعلومه الثالثه لانه وده القياسه الثالثه. اذا الفرق ما بين الجاستروسوفيجيال جانكشن ما بين السكويمو كولومنر جانكشن المسافه دي لو هي اقل من 1 سم يبقى الريجولار زيت لاين، لو هي اكثر من 1 سم يبقى ابتدينا نخش في الانتيتي بتاعت ان هي تبقى بارت ميوكوزا. وضحت كده الفروق دي؟ لما اعمل الحركه دي لازم اشوف حاجتين. الحاجه الاولانيه اديترمن السي اللي هو circumferential effect extent سوري of السسبكتد بارت، تمام؟ يعني اشوف الحتت اللي اكتر من سنتي من السيركمفرنس بتاعي، تمام؟ يعني الحتت اللي هي هلاقيها اقل من سنتي دي مش هحسبها مع البارد بتاعي، واشوف ان ده مغطي من الراوند السيركمفرنس بتاعي كام في المية، اقل من 75% ولا اكتر من 75؟ اذا دي او قد ايه بالظبط، خلاص؟ اذا دي السي بتاعتي. وبعدين اشوف اطول حته
الماكسيمال اكستنت، الماكسيمال لونجيتودينال لينث، وهي دي ال الثانيه بتاعتي اللي هو ديترمن الماكسيمم اكستنت. تمام؟ ما اقيس اصغر حته، لا اقيس اطول حته، وتبقى هي دي البارت سيجمنت بتاعتي، اللينث اوف سيجمنت بتاعتي قد ايه. تمام؟ طيب. طب ده اهميته ايه؟ اهميته انه الناس لقيت ان اللونج سيجمنت اللي هي 3 سم او اكتر عاده ده بيكاري جريتر ريسك اوف بروجريشن تو كانسر كومبيرد للشورت سيجمنت. ايه هو الشورت سيجمنت؟ شرط انه لازم يبقى اكتر من سنتي، والشرط ان عشان اقول عليه شورت سيجمنت اللي يبقى اقل من 3 سم. يبقى اذا الشورت سيجمنت هو اللي من 1 الى 3 سم. نرجع تاني للبراج كلاسيفيكيشن بتاعي، ابتدي بقى اخصم بقى السبتراكت الديبث اوف الانسرشن فور السيركمفرنشال والماكسيمم اكستنت من الديبث بتاع الاندوسكوب انسرشن عند الجاستروسفيجال جنكشن. فلنفرض ان الجاستروسفيجال جنكشن دي كانت يعني 36 سم، والحته اللي هي بتاعت اللي فيها الماكسيمم سيركمفرنس دي كانت 33 سم، يبقى ساعتها اعبر اقول سي 3. طيب افرض ان انا لقيت ان الماكسيمم سيجمنت او الماكسيمم لينس ينتهي عند 29 سم، هخصمها من ال 36 سم، فهقول ان الماكسيمم اكستنت 7 سم، يبقى ام 7. ساعتها هقول ان البراد بتاع العيان ده سي 3 ام 7، ويبقى هو ده الطريقه اللي انا باكسبريس بيها عن السيجمنت او بتاع البارت، اللي هو طبعا انا ساعتها بتكلم على عيان خطر جدا جدا لانه عنده الماكسيمم لينس بتاعه اكتر من 3 سم سيجمنت اوف بارت. نيجي بقى للال بعد كده اللي هي الليجنز. انا طبعا في الجي اي تي دايما بيبقى عندنا فرايتي ليجنز زي ماسس، نوديولز، ألسرز، ايروجنز، استريكشرز، فات ليجنز، يعني انواع كتيره جدا جدا. لازم يبقى عندي القدره وانا بشوف الليجنز دي ان انا يبقى عندي القدره ان انا افرق ما بين الجريد ديسبليزيا، الهايبريد ديسبليزيا، الانتراميكوزال ادينوكارسينوما، ومنظر الادينوكارسينوما الطبيعيه العاديه. ده طبعا حاجه بتيجي بالتريننج وبالليرنينج كيرف وبالاكسبيرينس. وطبعا هنقول ان في حاجات تانية هتساعدنا علشان خاطر نقدر ان احنا نعمل هذا الكلاسيفيكيشن، بالذات في الحاجات اللي هي ممكن تكون قريبه من بعض او بتتلخبط. طبعا الحاجة التانية اللي متعودين ان احنا نعبر بيها على الليجنز لما نشوفها في الجي اي تي ونعبر بيها عنها في اي مكان في الجي اي تي، هو طبعا الباريس كلاسيفيكيشن اللي هو طبعا بيفرق ما بين النيوبلازم وما بين الابيثيليوم وما بين السابميوكوزا. فيبقى عندي تايب 1 سواء البيدانكيليتد او اللي هو يعني سلايتلي اليفيتد، او تايب 2 اللي هو يبقى عندي فيه اليفيتد او كومبليتلي فلات او اللي هو الديبريست، او تايب 3 اللي هو اكسترا يعني اكسكافيتد يعني اللي هو المحفر ده اللي هو فيه ديبريشن جامد، او ان يبقى فيه عندي كومباينيشن زي مثلا 2A مع C، يعني ان هي تبقى اليفيتد ويبقى فيها سنترال ديبريشن وهكذا. طبعا حضراتكم عارفين الباريس كلاسيفيكيشن احسن مني. تمام؟ زي دي عندنا امثله. تمام؟ ادي اللي هو التايب 1 سيسايل اليفيتد، ادي مثلا اللي هو ال 1 اس، وده تايب 1 بي اللي هو بيتانكيليتد، وده طبعا اللي هو التايب 2 اللي هو الفلات اليفيتد، وده ال 2 اي الفلات اليفيتد، وده ال 2 بي اللي هو الكومبليت فلات، وده طبعا يعني اللي هو A بلس C اللي هو elevated وعنده central depression، وده طبعا type 3 اللي هو طبعا X -based. زي ما انتم شايفين كده في حفرة كده depression. تمام؟ ازاي نعمل endoscopic reporting للبارت؟ زي ما احنا قلنا ان احنا هنستخدم طبعا البراج كريتيريا اللي هي الـ C والـ M،
هنخصم طبعا الحته اللي بدي فيها السيركونفرنس من هنا ونعمل ايه ماكسيمم اكستنت فنقول ايه سي كذا ام كذا، ادي كده بالنسبه للبرو. تمام، طبعا قبل الكلام ده لازم اكون عملت اللاند ماركس بتاعتي عشان اعرف اصلا احسب كل الكلام اللي انا عمال اتكلم عليه ده. فلازم افرق ما بين الدايفراجماتيك انت، ما بين البروكسيم الانت اوف جاستريك فولز اللي هي جاستروس فيجن جانكشن، وما بين السكويمو كولامنر انترفيس او السكويمو كولامنر جانكشن اللي هو بيتغير فيها طبعا المنظر بتاع الميوكوس. والبريزنس واللوكيشن اوف فيزيبل ليجنز، ودول بيبقوا ريكوردد اكوردنج للباريس كلاسيفيكيشن. اذا لما اجي اكتب ريبورت لازم اعمل البارت لينس عن طريق البراك كلاسيفيكيشن، لازم اقول اذا كان عندي ايلاندز وديسكرايب شكلهم عامل ازاي، الهيئه الهيبنه لازم اعبر عنها، الفيزيبل ليجنز لازم اقول عددها والديستنس من الانسايزر شكله عامل ازاي، وبعدين ارجع اعمل لهم كلاسيفيكيشن عن طريق الباريس اللي هو بقى ايه ال 01 بي ال 01 اس ال 02 اي وال 2 بي وال 2 سي وال 3 زي ما انتم عارفين. وبعدين طبعا لو خدت بايوبسيس لازم اقول عدد البايوبسيس اللي انا خدتها وخدتهم منين، يعني قد ايه من الانسايزرز، كام سنتي من مش عارف ايه جانكشن، يعني لازم اعبر عن ده اندوسكوبيك ريبورت بتاع عيان عنده باي. ايه البايوبس؟ اخد البايوبسز ازاي؟ يعني اكيد شايف حاجه هاخد منها بايوبس، اذا لو عندي فيزيبل ليجن خلاص لازم هعمل ده قبل ما اعمل الراندوم بايوبسي. بعدين عندي بعد كده بقى بروتوكول بعد كده للقصه دي، لانه الجوبلت سيلز او الاماكن بتاعت الانسان الميتافيزيا ربما ان هي بتكون سبوراديك، و فانت لو يعني اخذت يعني راندوم بايوبسيس من غير ما يبقى عندك بروتوكول يبقى التشانس اوف انك انت تمس بتبقى عاليه جدا. علشان يقللوا التشانسز اوف ميسنج عملوا حاجه اسمها سياتل بروتوكول، والسياتل بروتوكول ده يعني انك تاخد 8 بايوبسيس ستارتنج ديستالي 1 2 سنتيمتر اباف الجاستروسوفيجال جانكشن، تاخد 4 كوادرانت رامبم بايوبسيز وبعدين ترجع تاخدهم تاني كل 2 سنتي وايل ادفانسنج بروكسيمالي، بحيث انك تاخد على الاقل 8 بايوبسيز. واذا كان العيان ده عنده هيستوري قبل كده اوف باريت اوسوفيجس يبقى انت تاخد افري 1 سنتيمتر مش افري 2 سنتيمترز. وايديالي طبعا بيقول لك انك لو لقيت روزف اوسوفاجايتس انك ما تاخدش منها بايوبسيز، واستنى انك انت يعني لما يحصل لها هيلينج قبل ما تاخد لها بايوبسيز علشان خاطر يو دو نوت ميس الشورت سيجمنتس اوف الكولومنر ايبيثيليوم اللي ساعتها ربما تكون متغطيه بالروزف اوسوفاجايتس او اوفر شوتنج بسبب الايروزف اوسوفاجايتس. ازاي نقدر ان احنا نحسن الكلام الخمسه اللي احنا قعدنا نقوله، ازاي نمبروف الديتكشن بتاع الديسبليزيا ونقلل النمبر اوف نيجاتيف باوتس. الحقيقه ده معتمد على حاجه اسمها الكلينيكال ابلكيشنز اوف الادفانسد اندوسكوبيك ايمج. الحمد لله يوم عن يوم الادفانسد ايمجنج تكنيكس عماله تتقدم، لدرجه ان انا فاكر زمان جدا اول ما جه اصلا منظار الفيديو ده كان يعني ايه زي الاعلان بتاع بنك مصر كده يقول لك انتوا هتروحوا فين اكتر من كده. طبعا بعد كده بقى لما طلع لنا بقى حاجه اسمها وايت لايت وبلو لايت ونارو باند وفايس واي سكان وفيش اي حاجات بقى، كل يوم شركه من شركات الاندوسكوبي تتفنن في ان هي تخترع لينا مور اند مور ادفانسد اندوسكوبيك ايمجنج اندوسكوبيك واي، ولن يتوقف طبعا هذا الادفانس. زي اشهرهم مثلا اللي هو ديجيتال كرومو اندوسكوبي. اللي هو ايه ديجيتال كرومو اندوسكوبي؟ زي النارو باند ايمجنج وحاجه اسمها نارو باند ايمجنج وذ نير فوكس، وطبعا حاجات برضو البوست بروسيسنج سيستم زي الاي سكان والفايس، زي مثلا احنا شايفين الحاله دي بالوايت لايت والاندوسكوبي يعني ممكن اي كان مس ليجنز. طبعا دلوقتي احنا بقينا شايفينها احسن جدا بالنارو باند. كمان بقى لما عملت نارو باند ويز النير فوكس شايفين الليجنز بشكل احسن وادق حتى من النارو باند العادي. مش بس كده، عندنا الاندوميكروسكوبي
وده كل يوم يطلع لنا فيه اشهرهم طبعا الكونفوكال ليزر اندومايكروسكوبي اللي هو بيدي حاجه تقريبا شبه الباثولوجي ريال تايم وريال لايف وانت شغال عن طريق البروب بتاع الكونفوكال ليزر اندومايكروسكوبي اللي بتدخله من الورك تشانل وتبتدي انك انت تشوف على طول يعني الفيسلز والسب ميوكوزا والميوكوزا والستراتيفيكيشن والمش عارف ايه كانك خدت بايوبسي بالظبط. وطبعا الجديد بتاعه خالص حاجه اسمها الفوليومتريك ليزر اندومايكروسكوبي وده كمان بيقدر يقيم الديبس انفيجن واللايرز بتاعت الديبس اللي هي انفيدت بطريقه قد تكون يعني ايكويفالنت للبيوبسي بدقه عاليه جدا جدا. جديد بقى خالص 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 اللي هو حتى يعني لسه يعني مش افيلبل في اماكن كتيره جدا اللي هي الاوتو فلوريسنس ايميجنج زي ما حضراتكم شايفين كده عامله زي الخرائط الطبوغرافيه بتاعه الجو اللي هو لما يقول لك ان الحته دي هيبقى فيها في النص رياح وعواصف بتاع فشايف ان هو عامل ديلينيشن وكالر مختلف للاريا. فطبعا لما انت تيجي بعد كده تاخد بايوبسي او انك انت كده يبقى انت بتبقى التارجتد بايوبسيز والشانسز انك انت تمس الليجنز بتكون اقل كثيرا جدا جدا. طبعا الموضوع اللي بنتكلم عليه كل يوم كل يوم كل يوم اللي هو طبعا الارتفيشال انتليجنس اللي هو سواء بالوايت لايت العادي او ان كومباينيشن مع حاجه زي النارو باند او النارو باند ايميجنج ويز نير فوكس ويبتدي طبعا ان هو بيرسم لك بشكل دقيق جدا كده كانه هو بيعمل لك براج على الجاهز يعني انت بتاخد البراج منه وتتكل على الله. او طبعا ان هو بيعمل ديلينيشن وبيقدر عن طريق طبعا الديب ليرنينج والمش عارف ايه الحاجات اللي انتوا النتورك ليرنينج والحاجات اللي انتوا عارفينها طبعا بتاعت الارتفيشال انتليجنس ان هو يبتدي انه يعمل لك المربعات الخضراء او الدوائر الحمراء او اي حاجه حسب السوفت وير اللي هي تقعد تقول لك ان دي ارياز سسبيشس او ان دي ارياز يلا خد منها بيوبسي او ركز عليها او شوفها تاني لانها فيها بوسيبيليتي ان يبقى فيها ديسبليزيا. وطبعا الارتفيشال انتليجنس ده يوم عن يوم طبعا الابلكيشنز بتاعته بتزيد واستخداماته طبعا. باختصار شديد البارد اسوفجس از او از ان اكوايرد بوتنشالي كيوربل بري مالجنت ليجن. فبما ان هو بالشكل ده فده بيورنتي طبعا انه يبقى ليه سيرفيانس معين وليه ايرلي ديتكشن عشان نقدر ان احنا نعمل برومت ثيرابيوتيك اكشن عشان نبريفنت الاسوفيجيال ادينوكارسينوما اللي الانسيدنس بتاعها والمورتاليتي منها عماله بتزيد يوم عن يوم. الاسسمنت بيدبند عن على 5 ال اتمنى ان حضراتكم تكونوا دلوقتي كيبنج ات باي هارت اللي هي الاناتوميكال لاند مارك اللينث اوف اكستنت اوف البارتس سيجمنت وجود فيزيبل ليجنز وطبعا تارجتد بايوبسيز منها لوكينج كيرفولي واستخدام كل الايدنج او الادفانسد ايميجنج تكنيكس. وحتى كمان في حاجه كمان بتحسن كمان اللوكينج زي مثلا ساعات استخدام الكاب او كده زيه زي الكولوريكتال كانسر سكريننج بالظبط. وان انت طبعا تاخد بيوبسي سواء من الفيزيبل ليجنز او ان مالتيبل ليفلز اكوردنج للسياتل بروتوكول. طبعا في يعني 3 مدن مشهورين جدا 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 مش هننسى اساميهم لما نيجي نتكلم على البارتس اوسوفيجاس هم براغ وباريس وسياتل وكل واحد فيهم طبعا عرفنا هي بتستخدم معناها ايه وبتستخدم ازاي. وطبعا الادفانسد اندوسكوبيك ايميجنج والتقدم اللي عمال يحصل يوم عن يوم بيمبروف الاوتكم وبيقلل الفلسز. طبعا المحاضره دي ومعاها العديد جدا 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 من المحاضرات موجودين كلهم على اليوتيوب شانل بتاعتي يعني حضراتكم هتنوروني لو انتوا عملتوا يعني سبسكرايب ليها وفعلتوا الزر بتاع الجرس علشان خاطر لو في اي محاضره تاليه بعد كده يعني موجوده على رفعتها على اليوتيوب شانل بتاعتي توصل لحضراتكم اول ناس وتستفيدوا منها واستفيد منكم ومن ارائكم ومن تعليقاتكم. فاتمنى ان الموضوع نكون وضحناه نكون يعني افدنا حضراتكم وشكرا جزيلا على حسن
استماع، ونراكم في محاضرات قادمة. شكرا جزيلا.